على التليفون استاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك وتحياتي. مساء الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين، وان شاء الله يعني انت عودتنا تملي كل مباراه مهمه كده تتابع احداث الاستاد، وان شاء الله كل جديد هيبقى في استاد القاهره ان شاء الله باذن الله. طيب طمنا، قول لنا ما هو الجديد وما هو المنتظر في هذا اللقاء ان شاء الله باذن الله من حيث الاستعدادات. الجديد طبعا المجهود سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي والسيد وزير الداخليه والاجهزه المنوطه بالنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، ان هم قدروا يسعدوا الجماهير المصريه ويبقى في 50,000 متفرج. ده في حد ذاته طبعا حاجه يعني كويسه جدا، وحاجه للشعب المصري او جمهور الرياضه عموما هتبسطهم وهتخلي تشجع عليهم السعاده ليوم زي دوت. بسألك بقى من ناحية إن شاء الله بإذن الله اللقاء الساعة 9، إمتى الاستاد هيتفتح؟ التعليمات المتعلقة بالجماهير إن شاء الله بإذن الله في ظل يعني توقعات درجة الحرارة ممكن تنخفض شوية في على يوم الأحد إن شاء الله. إن شاء الله هو الجمهور المصري دلوقتي بقى تذكرة مشكورة شركة تذكرتي بقت عاملة توعية محددة خط السير للجمهور، هيخش منين؟ جمهور الدرجة الثالثة هيخش من البحري، جمهور الدرجة الثالثة يمين هيخش من الاستراد، جمهور الدرجة الأولى هيخش من عند الرشدان والمقصورة، محددين كل طرق السير. الجمهور بقى عنده وعي وبقى عنده فكر يجي على المباراة، فبقت الأمور بقت سهلة جدا وما بقاش فيه تكدسات بتحصل في المباراة بتأثر على التنافس. طيب مع الاحداث اللي حصلت اليومين ثلاثه اللي فاتوا دولت، غبار على اتربه، على درجه حراره عاليه، اخبار الارضيه ايه؟ هل تاثرت بده ولا لا؟ ارضيه استاد القاهره هل تاثرت بده ولا الامور ماشيه كويس الحمد لله؟ الحمد لله الارضيه الصيانه ماشيه طبيعيه جدا، واحنا كان عندنا مباراه النهارده ومشكورا ان اتحاد الكوره نقلها على استاد السلام عشان نقدر ان احنا نبقى مستعدين للعرس الرياضي للرياضة المصرية يوم الأحد إن شاء الله، ونبارك للنادي الأهلي باسم مصر كلها ويعمل نتيجة مشرفة للنهائي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ وليد بشكرك شكرا جزيلا، تحياتي ليك. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. أستاذ وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.